زيزو شري لي الماء وشري لي صابون تاع الماشينه وشري لي شويه خضره داكور. صحه. صباح الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل مهنيين. على بالكم راني اليز، نحب نهضر ديريكتومون، ما نحبش هذا في المونتاج نهضر. فوالا اليوم اني لابسه حجاب. قال لي راجلي ولبستي دوكا توني كومبا، اني لابسه حجاب، اني دايره خمار هكذا، يا اوكان ريس. حبيت ندير ان كرون بلون هكا نبان بيان. بون اليوم حتى جيتكم في واحد الامر، حبيت نعطيكم اسمي الحقيقي ديجا بو كومونسي، وحاجه واحده اخرى حبيت نغير اسم القناه. وعلاش حبيت نغير اسم القناه؟ باسكو انا جو تروف كو بون جو ميكسكوز، راكو تسمعوا لي كلاكسون برا، انا حبيت ندير دو ديريكت، يعني ما حبيتش ننقل من بعد الصوت، حبيت ندير فيديو بلس صوت. فوالا قلت لكم حبيت نغير اسم القناه. وعلاش؟ باسكو ديجا لوبنا سامي ايدونتيفي با، يعني ماشي اسمي الحقيقي، اي جو مو روتروف با. قلت انايا لا ربما يعني ماشي كما يقولوا ما خرجتش عليا، ما ربحتش عليها، انا حبيت نغير اسمي بليتو اسم القناه، حبيت ندير اسمي الحقيقي. فوالا دونك ما هو اسمي الحقيقي؟ انا واسمي ناديه. دونك حبيت ندير اسم القناه، ندير مطبخ وافكار ناديه، ولا ندير مطبخ وتدابير ناديه. دونك قولوا لي رايكم في التعليقات. بون دوكا راني نغسل في لابلاك هادية اللي هبلتني، نكرهها باسكو يعني تخلي بزاف لي تراس، كيما نغسلها تخلي لي لي تراس. من الحاجة اللي مليحة في هاد لابلاك سي كو اون فوا كي باغ اكزومبل نشعل لو فو، اون فوا كي نشعل لو فو ومن بعد مثلا اون سوبوز مثلا او يغلي الحليب، خاد الحليب على هاد لو فو يطفى، ومن بعد اوتوماتيكمون يا لا سيكوريتي هنايا، يعني لو غاز يتكوبا اوتوماتيكمون. هذه الحاجه المليحه في هاد لابلاك. مي سينو لو غاست نقول لكم صح ما عجبتنيش. ديجا اول حاجه هادوما جايين لهنا، هذايا لو فو نطيب فيه هذا ونطيب فيه هذا. هذا الكبير نورمالمون يجي لهنا والصغير يجي لهنا، الكبير يطيب فيه. انا وليت نطيب في لو مويان باسكو هنا يجيني بزاف بعيد باش ندير هكذايا، وهذا لو مويان الي طرو بري بزاف قريب لهاد لو بوطون. وكي قريب لهاد لو بوطون واش يصرى؟ هاد لو بوطون يسخن، وكي يسخن هاد لو بوطون ومن بعد نولي كنمس فيه يولي يحرق فيا. فوالا دونك هذا تاني يعني باغمي المساوئ، يعني لي بوان نيجاتيف تاع هاد لابلاك. نكره لابلاك، نغسلها سورتو كي نطيح في بلاكا لا كاليتي تاعها عيانه، جي اورور دو سا. هذيك النهار قلت لكم لو كان نصيب لي بلاك كي جو طاب نشريهم، اون فوا توسخ لي حاجاكم اوب لا بوبيل. هادو ما غسلتهمش. جو سوي با لا بور فيغ لا كوميدي، هذا الواقع. ما غسلتهمش باسكو راني مزروبه باش نروح ندير الزيت، ندير الزيت في بلاصتو. فوالا تو سامبلومون. الي بلاصتك. دونك دوكا راني ندير روسيكلاج تاع لي بوتي، يعني اصلا انا شريتهم فيهم زيت زيتون كيما هادي، شفتوا الما كيفاش ولا شمانة سي سليمان. دونك هادي غسلتها، هادي اصلا تاني شيت فيها زيت زيتون، هذا لي دوليف ايطاليان، وهذا تاني كيف كيف. هادوما سي كونفورم، يعني هادو يليقوا للزيت باسكو ديجا اي سون فومي. فوالا هادي ما تلقش للزيت، بصح معليش ندير لها عفسه ومن بعد. دوكا راني نغسل فيها هادوما، عندي زوج واحد اخرين هكذا، دوك نغسلهم. راني نغسلهم نحلهم ليتيكات ونغسلهم نديرهم قبل في الماء والخل، من بعد نحكهم بالكاسه. قولوا لي صح واش رايكم يا اخي؟ هكذا خير، ديريكت خير. وشنو اليوم سي لو ويكاند، اليوم سي لو سامدي، دونك ما كاش بزاف الغاشي برا، على بها نقدر جو بون بيرميتر. هاو راجلي راه جا جاب لي القضيان، نقول لكم من بعد. ايه ديجا هنايا حليت كاع البرسيان هذاك الفولي باش يبان لي. ما صبتش الخضره زيزو، ما قدرتش ترفد الخضره، ما قدرتش ترفد الخضره سي ترولو. على بالي شريت لي 5 لتر تاع هذاك لو ديتيرجون، سي نورمال ما تقدرش ما قدرتش ترفد الخضره. ما
علي صافي ليا واش كاين فريجيدار نطبعوا راه ما غير فيه زوج ما كاينش الدراري تقدريني ها وي لازم هذه هي اي سكسو زيزو لي زابوني دائما يسقسوني عليك يحبوك يسمعوا لا فوا ديالك ها اهضر معاهم شويه زيزو او هرب عنده الحشمه اللي تخو تيميت نجيب رامبو باش يطلع الخضره نجيب رامبو لي فو بيي رامبو بلوتو والله غير بالدراهم يطلعوا لك يا اخي حاله يا اخي يا اخي انا نعجز وهو عيا خلاص عيا طلع طلع عيا حنا قتلنا الديميناجمون القوة تاعنا كاع اللي كانت عندنا راحت في الديميناجمون ودوكا كي كبرنا خلاص لا حياة لمن تنادي ها هو الزيت هنايا جاب لي 10 5 5 ها هي على بالكم الزيت ماشي مليح كي قاعد في البلاستيك دوكا انا راح نغسل بليتو هاد الفيلي باسكو الزيت على بالكم الصامط يلصق يلصق مهما تغلطيه توجور تغلقوا بالبلاستيك هكذا باش كي يجي في الطوموبيل ما يدفقش وهذا تاع 10 لترات قلت لكم الزيت ماشي مليح كي قاعد في البلاستيك يفو ميو لو متر كيما وريت لكم لي بوتاي هذوك تاع السجاج اون بليس لازم يكونوا دي بوتاي فومي يعني يكونوا هكذا كما مصبوغين ما يكونوش شفافين فوالا هذا هو الزيت الجديد تاع الدشره تاعنا هاد الدشره يقولوا لها بقبيليه تدات دونك انا جو سوي دو لا دايره دو سيدي عيش اي لو فيلاج تاعنا واسمو الفلاي دونك هاد الزيت تاع الفيلاج تاع الفلاي دوكا من الفيلاج الفيلاج يختلف الزيت على حسب التربه كيما هاد القرعه هذه مخدومه سبيسيالمون للزيت بون هما جينيرالمون يديروا فيها زيت زيتون بصح تقدروا ديروا فيها الزيت نيمبورط لي تخدموا به داروا لها هذا جو بونسي لوزيي هذايا باش هكذا يعني الاشعه تاع الشمس ولا الاشعه تاع الضوء ما تدخلش داخل لو برودوي وما تخسروش دونك هاد الطريقه هادي باش يستحفظوا على لي كاركتيرستيك جو بونس لو صفات اي فوالا الصفات تاع الماده اللي نحطوا فيها يعني صفات تاع لي كاركتيرستيك دو لويل جو بونس اون فرونسي يقولوا لهم كاركتيرستيك اورغانوليبتيك يعني ولا معنا دي بيولوجيست يعرفوا هاد لي تيرم ولا راني غلطه يصحوا لي فوالا قلت لكم ها هي الزيت تاعنا تاع الشره تاعنا تجي صافيه وعلى بالكم هاد الزيت شراها خويا من المعصره المعصره يعني المعصره هي الطاحونه اون كابيل يقولوا لها المعصره الى يومنا مازالوا يعني يخدموا في المعصرات كاين الزيت هذا لو فون دي فون سي بو لو فون تاعو كحل شويه سنا نشوف هذه ولا فيها هذه ما فيهاش مي دي فوا دي فوا سي بو القاع تاع القرعه سي بو واحد الماده كحله هذيك الماده الكحله يسموها امورج واش هو امورج امورج هو لي ديشي تاع الزيت يجي كحل قلنا لي ديشي تاع الزيت هذاك الناس دي فوا يحسوا ياكلوه يقولوا الكمر مي هو مليح للصحه ياكلوه بزاف يعني لي ديابيتيك دونك كي تصيبوه يعني في الزيت ما تقولوش باللي ماشي مليح حنا رموه ولا لازم تاكلوه مع الزيت عادي كل عام مي بارون باسكو يعرفوا مول الطاحونه هذاك يعني تاع المعصره يعرفوا مولاه دائما يعطي لهم قرعه صغيره هكذاك تاع زيت امورج هذاك نقسموه ما بيناتنا قلت لكم مليح للدواء مي هاد العام ما كاش الله غالب حنا الدشره تاعنا ما صراش فيها الحرق كيما صرا لا ديرنيير فوا على بالكم باللي بزاف المناطق تقاست في الجزائر المهم كيما حنا الدشره تاعنا تاع الفلاي ما تقاستش في الحرائق دونك عندنا المنتوج تاع الزيت ومن بعد يبيعوا هكذايا تاع 5 ولا تاع 10 حتى ل 20 لتر هاد العام باعوه 70000 توجو نفرش هكذا باسكو الزيت صامط بون هادو ما اللمبوط هذا تاع سيليكون شحال نكرههم على بالك دائما يخدعوني ونقول نشري واحد هذاك باسكو هذوك لي جور لي جو يابسين خير من هادو هادو شوفوا يلعبوا سورتو كي يكون ان بوا كيما الزيت ثقيل ومن بعد يقعدوا يلعبوا يدفقوا شحال مره كنلخلي هذا هو الذهب تاع الناس يعني تاع الجبل ماشي غير بلاد قبائل كل جهه فيها الزيت الزيتون تاعها
مساكين كي تحرقوا لهم هذوك الشجرات تاع لي زوليفيي، كاين بزاف اللي بكاو، كاين بزاف اللي ديبريماو. يعني يا حليل الشجره، يعني كيما حنايا في البلاد عندنا الملك تاعنا، يعني هاد الزيت شريناها، بصح عندنا بروبليم في الملك تاعنا. المهم قلت لكم في الملك تاعنا، هذاك الملك تاع جدودي، يعني اب عن جد هكا يقولوا، اب عن جد ورثنا هذوك لي زوليفي. ايبا كي تشوفيهم تبكي، تقولي هذاك الملك يقعد هكذاك وما نبيعوش، باسكو على بالكم هذوك اللي خسروا لي زوليفي تاعهم كاين اللي عندهم 400 سنه 500 سنه. احسبوا كومبيان جينيراسيون، حنا لو كان نحسبوا برك اون جينيراسيون فيها 30 سنه، لو كان نحسبوا في 100 سنه هاي ديجا صافي 3 جينيراسيون. حسبوا 3 جينيراسيون فوا 5 ديجا راهم الله يبارك 15 جينيراسيون. تيماجيني يعني 15 جينيراسيون يجوزوا على هذيك الشجره تاع الاوليفي، من بعد يعني دقيقه هكذاك تروح خساره في الحرائق. يعني والله هذاك يعني هذاك لو مومون، يعني هذيك لا بيريود وين تحرقوا شجر تاع الزيتون، مام ربي يرحم الموتى، ماشي غير شجر الزيتون، كاين ما اغلى من شجر الزيتون اللي هو الانسان. يعني توفوا بزاف الناس، توفوا بزاف حيوانات، الف رحمه عليهم. هذا سي لوغ تاع، شوف دوك يديرها بيا هاد اللمبوط. اوه خفتو، يا الله يا كريم، بسم الله ندفق بشويه. خايبه شد روحك بركه، رحم بابك ما تبهدلنيش في الكاميرا. صافا اليوم جاتني على طوايش. والله دي فوا نقول بوركوا اتر ترو سيريوس في لي فيديو. سي فري العبد ما يخرجش من يعني من لو كونتكست تاع لو ريسبي، يحترم نفسه، يحترم المشاهدين اللي يشوفوا. مي ابخي تو يعني بوركوا يعني الانسان ياخذ شخصيه واحده اخرى. انا قلت لكم عييت من الشخصيه تاع لبنى، انا حبيت نعاود نسترجع الشخصيه تاعي اللي هي شخصيه ناديه. دا يقولوا لي واش ولا عجبتكم هذيك التسميه الجديده تاع القناه، حبيت نسميها قلت لكم باش يعني نذكركم برك، حبيت نسميها مطبخ وتدابير ناديه، ولا نسميها مطبخ وافكار ناديه، قولوا لي في التعليقات. بون نكمل هذه برك، بقينا هضرت بزاف اليوم، واش رايكم؟ يا الله. دونك انا الهدف تاعي قلت لكم من الاول انا حبيت ندير نبارطاجي يعني لو سافوار، واش نعرف، المعلومات البسيطه اللي نعرفها نحب نبارطاجيها مع الناس، سورتو البنات الصغارات هادوك. انا ما عنديش دراري، قلت يعني بوركو با جو ترونسمي با باردون جو ترونسمي با لو سافوار تاعي ولا تاع زوجي، يعني بكل تواضع ما نقولش باللي كان جو سوي اونيك ولا نعرف بزاف، انا القليل اللي نعرفه ماذا بيا يعني نشاركو مع البنات سورتو صغارات اللي هم جايين الدنيا. حنا وقتنا ما كاش يعني اللي ينصحها باغ لي بارون، مي دوكا الحمد لله كاين يعني لي ريزو سوسيو، هادو لي ريزو سوسيو راهم يعلموا البنات، يعني قايمين بدارهم، قايمين بولادهم، قايمين بالازواج تاعهم، يعني حاجه تشرف. حنا وقتنا زمان ما كاش عندنا هاد التاويل كامل، يعني يفو كان بروفيت كوا. دونك كي كملت هكذا نخليه يقطر توجور هدايا. ومن بعد انا درت امتيت اتيكات كتبت فيها كويت 2021، باسكو على بالك قلت لكم حنايا كل عام كل ما يعصروا هكا الزيتون فوالا. باسكو علاش عندي الزيت تاع العام اللي فات لا كويت تاع 2020، يعني كيش نقولوا لا كويت يا ربي، جميل جو بونس يسموها جميل الزيتون فوالا. لا كويت تاع 2020 نسبق بها، ندير فيها باغ اكزومبل ندير بها اغروم ولا الماكله ولا، مي كي نحب نستعمل زيت زيتون ديريكتومون في الخبز ولا هكا نطليه ولا نستعمل هذه تاع 2021 الجديده. قلت لكم كاين ناس اللي ما يعرفوش كيما حنايا، راه خويا ومرتو كثر خيرهم هما اللي جابوا لنا الزيت. قلت لكم كيما مرت خويا تعرف مليح يعني الزيت، هي ديجا مدشره تاعنا تعرف لا كاليتي تاع الزيت. ماما مير مون بير يعرفوا هاد العام مساكن كي مرضوا الكوفيد راه معيانين بزاف، يعني ربي يحفظهم لي ان شاء الله. هاد العام ما قدروش يروحوا عياو، صافي خويا اللي راح في بلاصتهم. قلت لكم كيفاش تعرفوا الزيت المليحه والزيت المدغوله. الزيت المليحه
بايزاب نتوما حبيتو تشرو، اشرو نص لتر ولا هكاك ابوبخي، ديرو في الثلاجه ولا جمد لكم سافي دير الزيت الحقيقيه، ولا شتو باللي ما جمدش صافي مدغوله. فوالا دوك نهضر لكم على الزيت هذيك اللي تتباع، انا نشريها باش نطيب بها. هذيك يقولوا لها يعني لا ميثود تاع لا كيش يقولوا العصر تاعها، يقول لها اكستراكسيون ا فرو. دونك واش معناها كلمه اكستراكسيون؟ هي جايه من لو فيرب اكستراير، اكستراير يعني نخرجوا حاجه من حاجه. كيما باغ اكزومبل نقدروا نقولوا اكستراير اون دون، يعني نحي لا دون من لا جونسيف اي لا ماشوار. دونك نحي حاجه من حاجه. دوكا هما كيديروا اكستراكسيون ا فرو، ينحوا كميه الزيت ا فرو يعني على البارد المتواجده في الحبه تاع الزيتون. دونك نحي الزيت المتواجد داخل الزيتون. دونك العمليه هذه يقولوا لها بالعربيه استخلاص على البارد جو بونس، هي اون فرونسي يقولوا لها اكستراكسيون ا فرو. هذيك الزيت تاع الطبخ انا كيفاش نطيب بها؟ انا ما نطيبش بهذا الزيت جامي، باسكو هذا الزيت اللي توكسيك لو كان يعني تقيسها درجه الحراره. هذا الزيت اللي نشريها كيفاش ندير لها؟ نخلط لها شويه برك زيت المائده، باسكو على بالك زيت المائده ماشي مليحه للصحه، كسا سوا انكور بيغ، كسا سوا يعني سي انكور بيغ واش يقولوا لها هذيك لا مارغارين الماده الدسمه هذيك. انا واحد الوقت كنت نطيب بها الحق، يعني الماكله تجي بنينه وتجي تجي ميم هذيك لا كولور تجي شابه فوق لاصوص. بصح كي حاول شفت باللي واحد الوقت راني طلع لي الكوليسترول اي تو، جيتي اوبليجي ندير ان ريجيم، وليت نطيب زيت زيتون كميه كبيره تاع زيت زيتون تاع اللي نشريها، ندير لها شويه برك زيت المائده، ومن بعد نقص للنار نقلي يعني تقلي يعني يزيد البنه في الماكله. بصح لا غالب لي مريض يفي افيك فوالا، على بالكم حاجه اللي بنينه هي اللي تضر الصحه، قد ما كانت الماكله صامطه قد ما كانت منيحه للصحه. هذه تعلمتها يعني في حياتي، من الطباء يقولوا لك الماكله كل ما تكون صامطه هذيك هي المنيحه للصحه. بصح حنايا حنا سقتو حنا لي زاجيريان نحبوا ناكلوا، نحبوا حاجه بنينه، نحبوا حاجه بالطبع، يعني معروف علينا عالميا باللي لا كويزين الجيريان بنينه بزاف. ربي يخلي لنا التراث تاعنا ان شاء الله. دونك سون بروتوكول ندير له برك الالومنيوم وخلاص سي تو. بون نجيب راه البوشون تاعو، اين انت يا بوشوني اين انت؟ خلاص حلوه اي فوالا ان ديتاي. نورمالمون هذا ما نديروش دوكا، نديرو فوق الالومنيوم باش نتفكروا. صافي قلت لكم سون بروتوكول ندير له عادي الالومنيوم فوالا، هكذا يصحى بيان بروتيجي. ميهمش ليسونسيال يتغطى وخلاص، سون شيشي سون تروك، ليسونسيال إلي بيان بروتيجي. كاين بزاف يلعبوها القاع والباع، هو ما كان والو. دنيا ثانية دنيا ثانية، يسنى أنا غير هداك الشفر، شوفيهم نهار كامل وما الزوخ وتفرعين. والله الدنيا غير ما فيها والو، غمضي روحك تصيبي روحك فان دبي كان والو. يا حليلو لي فعل الخير، يا حليلو يا حليلو. دونك لا جو رومي هاديك ليتيكات تو سامبلومون، ونديرو في لو بلاكار، نديرو على بغي دو لا لوميير، يعني ما لازمش يكون استنى هذا فوالا. بهدلتني انت تاني، قلت لكم نديرو على بغي دو لا لوميير، نحطو في لو بلاكار. لحقت الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ونقولكم الى فيديو قادم. باي باي، اونفوار.